نرجو منكم تقديم كلمة للذين يحلقون لحاهم ولا يصلون مع الجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن هؤلاء الذين يحلقون لحاهم ولا يصلون مع الجماعة قد فعلوا محرما وتركوا واجبا. أما فعل المحرم فهو حلق اللحى، لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمر بإعفاء اللحى وإكرامها وإرسالها وإرخائها، ونهى عن التعدي عليها بحلق أو قص أو نتف أو غير ذلك. فإعفاء اللحى من خصال الفطرة ومن سنن الأنبياء، إعفاؤها واجب وحلقها حرام، لأنه مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا حرام لأن فيه تشبها بالكفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإكرام اللحى وإعفائها قال خالف المجوس، خالف المشركين. أما أنهم تركوا واجبا لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال وجوبا عينيا، لا يعذر فيه إلا من له عذر شرعي من المرضى أو الخائفين، ممن لهم أعذار شرعية لا تمكنهم من الحضور. أما من لم يكن له عذر شرعي فإنه يجب عليه أن يجيب النداء بالصلاة وأن يصلي مع جماعة المسلمين، لأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى وشكى إليه ما يلقى من المشقة في طريقه إلى المسجد، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته. قال له هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك رخصة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من سره أن يلقى الله غدا مؤمنا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قال ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أهم أن يحرق بيوت المتخلفين عن الصلاة، وأيضا أخبر أن هذا من صفات المنافقين، قال صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. الواجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن يحافظوا على صلاة الجماعة في المساجد، وأن يتركوا هذه العادة السيئة والمظهر القبيح وهو حلق اللحى. نعم.